مساء الخير. نهار اليوم سادت أجواء باردة نسبيا في العديد من مناطق المملكة بالتزامن مع أجواء مستقرة بشكل عام، غابت بشكل كامل فرص هطول الأمطار بعد فترة نشطة خلال الأيام الماضية بسبب امتداد لمرتفع جوي قادم من الشمال، تحديدا من الأراضي العراقية، وامتد نحو شمال الجزيرة العربية، ثم تدريجيا غطى عموم وكامل الجزيرة العربية، وبالتالي سادت أجواء مستقرة خلال نهار اليوم. هذه الأجواء المستقرة يتوقع أن تستمر خلال الأيام القادمة على الأقل حتى نهاية الأسبوع الحالي. أثناء هذه الحالة أو أثناء الأجواء المستقرة هذه يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات النهار وأيضا خلال ساعات الليل. خلال ساعات النهار يتوقع أن تكون درجات الحرارة 20ية في عموم المنطقة الوسطى والشرقية والجنوبية، بينما تكون ما دون 20 مئوي أو ما دون حتى 15 درجة مئوية في المنطقة الشمالية. لكن اللافت للانتباه هنا هو الانخفاض الكبير على درجات الحرارة خلال ساعات الليل في عموم المناطق، وبالتالي يتشكل الصقيع تحديدا فوق مرتفعات تبوك، أجزاء من غرب حائل، وأيضا أجزاء حتى من منطقة الرياض. العاصمة الرياض أيضا ستشهد أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل طيلة الأسبوع الحالي. هذا الانخفاض على درجات الحرارة سيترافق مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية، وبالتالي يتوقع أن تتشكل أو يتشكل الضباب في العديد من المناطق، يتركز فوق المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية وأجزاء محدودة أيضا من المنطقة الوسطى، وبالتالي يتدنى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر طيلة الأسبوع الحالي بشكل متكرر. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.